تفضل يا اخي. ابو النضارة صار له زمان بيتحرك لسؤال فلا مؤاخذة. شيخنا عذر المؤاخذة عفوا، لماذا نعبد الله؟ هل نعبد الله طمعا في الجنة وخوفا من النار ام هنالك شيء اخر؟ ايوه اي نعم، يعني شيء فطرة الانسان. نعم، يعني انت سؤالك يدندن، سؤالك يدندن حول ما يروى الراوي على العدوية انها كانت تقول في مناجاتها، اقول يدندن ما تقصد، يدندن حول هذا، في فرق بين الذي تقصده وبين الذي يدندن حوله السؤال. ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة. الحقيقة أن هذه المسألة التي يعني جاءت في هذه الكلمة التي تروى عن رابعة، ولا يهمني صح ذلك عنها أو لم يصح، لأني أنا أنظر إلى المقول ولا أنظر إلى من قال. هذه كلمة خلاف الطبيعة البشرية وخلاف ما ظننت أنه الفطرة، يعني الإنسان يعبد الله على خلاف مذهب رابعة إن صح صحة القول إليها، يعبد الله طمعا رغبا ورهبا، وهذا مما وصف الله به عباده في القرآن الكريم. ولا يمكن للبشر أن يتجرد عن الخوف من شيء عظيم رهيب مخيف، لا يمكن إلا إذا أخرج عن طور البشرية، ونحن نتكلم عن البشر. فانظر مثلا موسى كريم الله تبارك وتعالى حينما جمعه الله مع سحرة فرعون، وإذا بالسحرة يأتون بسحرهم، فإذا سحرهم يأخذ بألباب الناس الحاضرين، ومنهم موسى الذي قال عنه رب العالمين في صريح القرآن الكريم: فأوجس خيفة موسى، قال لا تخف إنك أنت الأعلى. فموسى خاف من سحر السحرة وهو باطل، لكن خوف طبيعة الإنسان. ولذلك إذا كان الإنسان يخاف من سبع، من أسد، من ضبع، من سحر ساحر ما شابه ذلك، فكيف إذا يخاف من عذاب رب العالمين؟ وكيف لا يطمع فيما عند الله من نعيم مقيم؟ لا يمكن الإنسان أن يتجرد من هذا الشيء إطلاقا. فهو يعبد الله طمعا في جنته ورهبة من ناره. ولذلك جاء وصف الرسول عليه السلام لنفسه حينما ذكر لهم شيئا لا يحضرني الآن، قال قائل منهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه غير قصة أنس بن مالك والرعد. فقال عليه السلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. فإذا ما يخشى الله، فكيف نتصور إنسان يعبد الله ولا يخشاه؟ هذا مستحيل. الآن قل ما في نفسك. هو يخاف الله ويطمع في جنته. طيب. لكن هل الكون كله يسبح بحمد الله ويعبد الله؟ طيب. هل الكون كله يطمع في جنة الله ويعبد الله وهناك جماد وهناك حيوان؟ لا، هذا سؤال ثاني. هذا سؤال ثاني. أنت عم تقول عن الكون. هاي المشكلة. أنت عم تحكي عن عبد من عباد الله. هل يعبد الله لأنه يستحق العبادة، ولا يعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره؟ أنا ذكرت ما عندي. ايش بقى عندك؟ انا بقي عندي انه انا اخاف الله مثلا. اخاف الله واسال الله واطمع في جنته. طيب.
وأشعر بدافع أنه أحب العبادة يعني، فإذا سجد أريد أن أسجد ثانية. جميل جدا، هذا هو القصد الذي يعني، لكن يعني هناك دافع في الإنسان، فطرة، في هذا اللي يعني في الفطرة. معليش يا أخي، لكن هذا الدافع الذي تشعر في نفسك لو لم يكن، لو لم تكن نفسك مشبعة بالخوف من ربك والطمع في جنتك، كنت تشعر بهذا الشعور؟ لذلك لابد أن أذكر الآن قصة الرهط، وفيها شيء مما يدندن أو يقترب من الدندنة حول هذا الدافع الذي أنت تتحدث عنه، ولكن لا حجة فيه. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وجدوا أهله ونساءه، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه من النساء، فقلنا إنه عليه السلام يقوم الليل وينام. هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الصورة التالية. هو بينام، عجيبة، ويصوم ويفطر، كمان كانوا يتصوروا أنه صائم الدهر، وأيضا يأتي النساء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أنس فتقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء، هذا قليل بالنسبة للرسول عليه السلام، هذا حسب تصورهم. لكن عادوا يعللون ليه الرسول مقتصد في عبادته، ليش بيفطر ما بيصوم الدهر، وليش بينام ما بيقوم الليل كله، وشو بده بالنساء. بعض العلماء بيقولوا باع العلم بين أفخاذ النساء. هنا قالوا هذا رسول الله، هن بيسألوا وهن بيجاوبوا. قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الجواب خطير جدا، لولا أنها فتوى يكفر صاحبها. هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأنهم يقولون ليش الرسول يتعب حاله يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ويترهب وما يقضي شهوته مع النساء، ليه؟ الله غفره. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حط رجليه مهي باربة وانتهى الأمر، ليش التعب حاله؟ أما نحن اللي بيقول عن غزم، لازم بقى نجتهد في عبادة الله حتى يغفر الله لنا. قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثاني أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. وصرفوا متعاهدين على هذا.